حياكم الله، معكم من غرفة أخبار وان نيوز. سنتحدث اليوم عن الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس إلى العراق. أعلن الفاتيكان بأن البابا سيزور العراق من 5 إلى 8 من آذار المقبل. هذه الزيارة تعتبر الجولة الخارجية الأولى للبابا منذ أواخر 2019. هذه الزيارة وصفت بالتاريخية لأهميتها ووقعها الكبير على العراق وعلى مسيحي المنطقة. وصفت هذه الزيارة بالتاريخية من قبل وزارة الخارجية العراقية، ووصفت بأنها رسالة سلام للعراق وللمنطقة بأسرها. بالنسبة للخطة الرئيسية للبابا، فإنه ينوي أن يزور النجف وبغداد وأور وسهل نينوى وأربيل، وهو يرغب أيضا بأن يأتي إلى العراق عبر الطائرات العراقية وبحماية عراقية. إذن الآمال تظل معقودة بأن تسهم هذه الزيارة بأن ترسخ الأمن وتنشر التعايش وتعزز مبدأ التعايش المشترك والتسامح ونبذ الطائفية ونبذ التمييز. عودة إلى استوديو الأخبار.